هذا اللقاء الذي يحظى بثقة كبيرة جدا وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين وبتشريف من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان راعي الشباب وقائد التغيير وصاحب الرؤية والعديد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم وخارج نطاق كرة القدم. ملعب مدينة الملك عبد الله الموسم رسمت الكثير من التفاصيل الخاصة بأحداث هذا اللقاء. انطلاقة المواجهة صافرة البداية، النصر في الجهة اليمنى في ظل غياب واحد من أبرز اللاعبين والحديث الدولي البرتغالي يلعب الكرة الآن والمحاولة داخل منطقة الجزاء عرضية ساديو ماني وأيمن يحيى وهداف بطولة الدوري كريستيان ونيتروفيتش ومحاولة لمصلحة النصر داخل منطقة الجزاء. تخيل هذا هو اللقاء السابع في هذا الموسم، تكررت المباريات من خلال منافسات هذا الموسم ومنذ بدايته وانطلاقته في بطولة كأس الملك سلمان الأندية العربية عندما لعب الفلبيا في بطولة الدوري قبل أسبوعين من الآن. كرة بمحاولة ساديو ماني خطيرة جدا، ساديو ماني من اعتاد على التسجيل في كل دور من الأدوار الأربع الماضية بقميص نادي النصر يوم يسجل، من يضع الكرة في المرمى، من يصل أمامية ملعوبة، لا 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 متر التسجيل، متر الأهداف، متر المتعة والإثارة، متر الهلال، متر الهلال يرفض التوقف وعينك على العرضية عن طريق مالكوم إلى متر فيتراسيو. أول أهداف اللقاء يأتي براسية عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، ياسين بونو يسجل ألكسندر ميتروفيتش ويتقدم بين حارس دافيد أوسبينا الحارس الكولومبي الموجود على مستوى، وصلت لمصلحة النصر داخل منطقة الجزاء لازالت مستمرة وقائمة. الله 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 الله، كرة عن طريق أوتافيو، أوتافيو يسدد لكن تصطدم وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية. شوف الكرة، شوف المحاولة، شوف أوتافيو، وبعد ذلك الكرة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركنية ملعوبة نصراوية داخل منطقة الجزاء ثم بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى عند الحارس ياسين بونو. مانيه أضاع فرصة في مواجهة المرمى، ومانيه سجل في كل الأدوار السابقة الأربعة هذا اللقاء. محاولة ملعوبة الآن لمصلحة نادي النصر، كوليبالي لمنطقة الجزاء، إبعاد، الكرة لازالت مستمرة والعرضية قائمة. السموي ولي العهد دلالة كبيرة أخرى على الاهتمام الكبير، كرة بمحاولة خطيرة جدا وتسديدة جاءت عن طريق ميشيل إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة مرمى. بينما جماهير الهلال المتواجدة في مدرجات ملعب المواجهة، من النقاط المسجلة في موسم واحد في تاريخ كرة القدم السعودية، عندما خسر هنالك خارج الديار في ملعبها الزاع بن زايد بأربع ببطولة والفوز بلقب والتتويج ببطولة الكأس الغائبة أيضا بقميص الزعيم الهلالي. كرة نصراوية عرضية داخل منطقة الجزاء من المشاهدة الكبرى، كرة بمحاولة أمامية ملعوبة إلى كريستيانو، لكن هنالك بونو، بونو في التوقيت المناسب ورايه موجوده من الحكم المساعد الثاني تعلن عن وجود التسلل على اللاعب كريستيانو رونالدو في اللقطه والمحاوله الماضيه التي وصلت اليه. يبدو بان هنالك اصطدام ايضا ما بين وما بين ياسين بونو، سقط على اثر كريستيانو في ارضيه الميدان. هذه اللقطه، هذه المحاوله في المره الاولى يلعبها، تصل عن طريق اللاعب ساديو ماني، ماني يبحث عن من، حاول التمرير لكن كريستيانو يعود بالكره والمحاوله من جديد، تغطيه من سعود عبد الحميد، سقوط في ارضيه الميدان وصافره من الارجنتيني داريو هيريرا يعلن من خلالها عن وجود خطأ
لمصلحة كريستيانو. يتحدث أيضا مع سعود عبد الحميد يقول له نهدى شوي. هذا الحديث بالنسبة للمدرب أو الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا، مع حصل إلى سالم الدوسري في الجهة اليسرى، عرضية تأتي من سالم على قصيرة تصل إلى رينان لودي، عادت من جديد عرضية لكن للمرة السادسة تاريخيا على مستوى المباراة النهائية ملعوبة المحاولة أو رقم 7 كرة بمحاولة أمامية من أجل التعادل. الآن ملعوبة الكرة خطيرة، لكن راية موجودة وتسلل، راية موجودة والتسلل حاضر في كرة خطيرة جدا. هذه اللقطة، هذه المحاولة، نعم 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 نعم، التسلل يتراجع على اقل تقدير من اجل انهاء هذا الشوط. اللاعب كريستيانو رونالدو الى ساديو ماني، عرضيه من ماني اصطدمت، البحث عن الكره العرضيه عادت من جديد الى بروزو، عرضيه داخل منطقه، لا اعلم ما هو ذلك الشعور. مطالبه بركله جزاء، والارجنتيني داريو هيريرا يعلن عن استمرارية اللعب. نعم، لا أعلم ما ذلك الشعور الذي ينتاب المدافعين عندما تصل الكرة إلى أقدام البرازيلي مالكم. شكرا خالد، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى من الجوهرة المشعة هنا في مدينة جدة، عروس البحر الأحمر ونادي الهلال أجرى تبديلا مع بداية أحداث الشوط الثاني. يأتي التدخل من خيسوس مباشرة بعد نهاية الشوط الأول، إخراج البرازيلي رينا لودي من التشكيلة وإدخال اللاعب ياسر الشهراني. غالي جدا وبطريقة رائعة يلعب الكرة كريستيانو. يا الله يا الله يا الله، على كرة في غاية الروعة والجمال، بعيدا عن الراية وبعيدا عن التسلل وبعيدا عن الخطأ، ألا أن هذا الارتقاء وهذه الكرة وهذه المحاولة. الأهلي والاتحاد وكل واحد منهم لعب 18 كرة بمحاولة لمصلحة كريستيانو. الآن هل هي الثابتة يا كريستيانو؟ تسديدة تأتي، مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس ياسين بونو. هذه اللقطة ما فيها تسلل، انطلاقة، في شيء جاي، في شيء قادم مالكم. لا 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 لا، يبدو بأنها لمسة يد، يبدو بأنها لمسة يد على الحارس دافيد أوسبينا، ويبدو بأن هنالك قرار قادم، ويبدو بأنها البطاقة الحمراء. يا الله يا أوسبينا، يا الله، قم يا أوسبينا، قم 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 قم، لأن هنالك تقنية فيديو، إذا ما لمست الكرة بيدك يجهز البديل. نعم، أوسبينا سيترك أرضية الملعب. عبد الرحمن غريب أيضا هو الآخر يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. ساديو ماني، ساديو ماني سيترك أرضية الملعب. لا والله، سهل 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 سهل، الاختبار الأول لوليد، لكن لازالت مستمرة. يا سلام يا سلام، ردت فعل أولى تأتي من وليد عبد الله، يتصدى من خلالها لعربية الاستعدادية قبل بداية هذا الموسم. الآن كرة بمحاولة تسديد، مرة أخرى بونو، مرة أخرى بونو، إلا أمام بونو. نعم، من جديد ياسين يتصدى، ياسين يتصدى، قائمة يلعبها تصطدم في أوتافيو، تعود من جديد نصراوية صافرة، وخطأ يأتي على سلمان الفرج، خطأ يأتي على سلمان الفرج. أوتافيو يطالب بإشار البطاقة الحمراء على سلمان الفرج بعد تدخله الأخير على سامي النجعي. دولا جامي تعود في الجانب المقابل، مرتدة وصلت إلى عبد الرحمن غريب. الآن حاول تغيير كامل لاتجاه اللعب، تصل إلى عبد الرحمن داخل منطقة الجزاء، خطيرة. ياسين بونو، ياسين بونو نجم المباراة الأول، أيمن يحيى هو اللي كان خلف الكرة والمحاولة الماضية. لا زال للحديث بقية، كرة ملعوبة نصراوية داخل، نصراوية داخل منطقة الجزاء، نصراوية داخل منطقة الجزاء. مين شايل؟ مين شايل؟ مين شايل؟
ميشائيل يتعوه الحمراء وتشتعل المواجهة في لحظاتها الأخيرة. روسيوه يحياه، يعيد إحياها من جديد، يحياه، ينعش قلوب النصراوية مرة أخرى. أيمن وبكرة راسية يأتي الرد، يأتي الرد، رجل المواعيد الكبرى ورجل القمة الكبرى ورجل النهائي الآن أيمن يحيى يسجل التعادل، يسجل التعادل ويعيد النصر مرة أخرى إلى المواجهة. يعيد النصر من جديد إلى المواجهة بهدف من كرة راسية. هذه هي من رمية التماس إلى أيمن يحيى. لا 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 ياسين. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع راسية وإبعاد الآن استراحة، نعود بعدها لشوطين إضافيين نصف ساعة. من سيكون المنفذ الأول ومن سيسدد الركلة الترجيحية الأولي في مواجهة العيد؟ وليد ولا روبن؟ وليد، أهو فرصة أكبر من أجل أن يصل إلى المرمى أليكس تيلس. لا 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 لا، متر الهلال، متر الهلال، متر الهلال للمرمى. أنا يا كريستيانو الآن في مواجهة بونو 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 ركلة الترجيحية الثالثة. كنو 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 الله الله إلى كفة الاتزان. نجعي نجعي لهو حارس المرمى الخطير التنبكتي، التنبكتي الله الله جديد. ياسين ولا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن، عبد الله الحمدان في مواجهة وليد. عبد الله ميسا علي لاجامي من أجل العودة بالتعادل. لاجامي في مواجهة وليد سعود، سعود وليد صد للنصر يا علي من أجل سنين عجاف يا علي من أجل لا لا بالكرة والمحاولة القادمة من علامة الجزاء بالقدم اليسرى. سدري النمر يتاهب، النمر يتاهب، بونو